هي أولا لا تمييز بين إرهاب وإرهاب، وهذا موقف أخلاقي قاطع. لا يمكن أن نشعر بالإشمئزاز من جرائم داعش ونتغاضى عن جرائم الأسد أو نتكتم عليها. إن إدانة إرهاب داعش يستدعي أخلاقيا ومنطقيا أن ندين الإرهاب الذي يمارس بحق الشعب في سوريا، والإرهاب الذي يمارس ضد المدنيين في غزة. الإرهاب مرفوض أيا كان مصدره، وليس هناك مجرم يتمتع بامتياز يخوله أن يرتكب المجازر دون أن يتحمل اللوم ودون أن توجه إليه أصابع الاتهام. 2. الإرهاب يطال الجميع، الأقليات كما الأكثرية. صحيح أن المسيحيين والأقليات يتعرضون للإرهاب والتهجير على يد داعش، إلا أن معظم ضحايا داعش هم من المسلمين، ومن يتعرض للقتل في سوريا منذ 3 سنوات ليست الأقلية إنما الأكثرية. وكما لأنه ليس هناك ضحية قيمتها أكبر من ضحية أخرى. 3. حماية المسيحيين لا تكون من خلال تحالف الأقليات، إنما تكون معا مسلمين ومسيحيين، وهو تحالف يضع المسيحيين، أي تحالف الأقليات يضع المسيحيين في مواجهة عدائية، بل في حالة حرب مع الأغلبية المسلمة. إن ربط مصير المسيحيين في الشرق بأنظمة أقلوية مستبدة تحت شعار تحالف الأقليات يشوه طبيعة الوجود المسيحي كشريك للمسلمين في بناء أنظمة مدنية ديمقراطية، ويحوله إلى شريك في التسلط الذي يمارسه نظام متهاوي لن يطول به المقام، ويلحق المسيحيين بمشروع هيمنة أقلية لا حظ لها بالبقاء. 4. ليس هناك حل مسيحي خاص لمشاكل المسيحيين، بل حل شامل لكل مشاكل المنطقة، حل شامل للإنسان في المنطقة أكان مسيحيا أو مسلما، وللمسيحيين دور فاعل فيه. الحل بالنسبة للمسيحيين هو في العمل جنبا إلى جنب مع المسلمين من أجل عالم عربي متنور ديمقراطي وتعددي. 5. تعميم التجربة اللبنانية. إن التجربة اللبنانية في العيش معا يمكن أن تقدم للمجتمعات العربية التعددية نموذجا يحتذى به، كما أن لبنان المعافى بانفتاحه وحيويته الفكرية قد يصبح مصدر إلهام لعالم عربي متجدد. إن حرية المعتقد التي كفلها الدستور اللبناني منذ العام 1926 اعتمدتها اليوم تونس ومصر، ويتوجب تعميمها على العالم العربي. شكرا، وشكرا لكل الذين شاركوا، وشكرا لوسائل الإعلام. شكرا.